هذايا العلم اللي غطى به نادر نتاع تبن اساءة للوطن، فهمتني؟ والراجل يدور مش هنا خلاص وما وقفش حتى ليله في الحبس، يعني رايه البلاد نطلب من السيد الرئيس ياخذ فيه موقف وموثق قضايا عند الصحافه وعند الامن وباذن من النيابه العموميه باش دخلوا نحو هزوت كرهبه الحرس على الخويت، ومستعد نكافح اي شخص فيه، اي شخص يجي فيه منكافحوا سواء في الرئاسه ولا غير الرئاسه، اللي ما يخاف حتى من حد. نتحمل مسؤوليه كلامي وموجود كل شيء. والعلم ترفع مشى بعد ما عدناش نشوفوه. مشينا انا تكلمت واحد من الناس كي رايت بلادي بكيت يعني. قلت رايت بلاد تونس، فهمت؟ بعد 9 اشهر قام بي قضيه اساءه. شكون؟ سعماري رايت بلاد اقل ما يمكن قلت فيك رايت بلاد راهو على مستوى جوي اللي تكلم ويا اللي تكمل معتمد اللي تكلم حد شيء وما فماش تحركات. بعد 9 اشهر عيطوا لي فرقه تبحث وتفتيش بقعفور. قاموا في قضيه الاساءه للغير عبر شبكه الاتصال العمومي رغم اني ما عنديش كونت لا في فيسبوك لا عندي شيء، تكلمت مع واحد اخر في الفيسبوك وقلتها فهمتني. صبحت عندي قضيه جلستين فاتوا جلسه ثلاثه 24 اكتوبر وعامل لي الرابطه زوز محامين ورفعت قضيه جزائيه به لمحكمه وزاره العدل صبيتها في اللم. اليوم شهرين عدد لي حاله ما عطوهوش لي، قعدت من سليان لتونس وانا نمشي ونجي. لا خلينا نلخصوا، تو انت الضيعه هذه هي تابعه للمترشح للانتخابات واللي هو بيعمل بقضيه على خاطر انت معناها نجم نقولوا علمت السلطات انه استعمل علم تونس. في الظاهر معروف به ان الضيعه تابعته هو. استثمر هذايا هم عندهم ثقه عائليه، هو تربى عندهم. هو وقت مرشح في مجلس النواب ما عندوش الحق باش يرشح ياخذ كراس شروط يطبق الفصول اللي فيها وما عندوش الحق ياخذ شهاده تحوز. اللي هو ثقه عائليه يعيش عندهم، اظن يعيش عندهم. عائله واحده. عائله واحده. فهمتني؟ لكن هي تبعته ضيعه. تو العلم اللي ريته على سور المعصره تفاجات به فوق النادر، يقول قايل كيفاش مش نتاعو هو. يقول قايل كيفاش نتاعو هو. صدفة باهي انت تقول لي شريته، ما انا السوق شريته. ما يتشريش، هذايا حق كبر الحجم نتاعو، هذايا تقام به المحافل الدولية أو العيادة الوطنية، هذايا ما يتعلقش فوق إدارة. منين مصدره؟ ما فماش بحث جدي في المصدر نتاع العلم منين؟ تقول لي أنت خديت جملة بيشان، أنت عندك نادر موثق نادر برك. كيفاش جملة البيشان؟ والصدفة من جملة البيشان تغطي بنادر بعلم تونس من جملة البيشان. عندي إشكال باش نوضحوا اللي هو أنا أصيل منطقة القصاب معتمدية قعفور ولاية سليانة. نسكن في ضيعه فلاحيه جوار الضيعه الفلاحيه هذه، برنامج نتاع الاستثمار هذايا كانت وحده تخدم فيها 40 عامل قارين، بعد تولى عليها مستثمر حال 26 عامل على البطاله، ومكريه الارض هذه حسب المحامين اني ماهيش على صيغه قانونيه، وتكلم عليها السيد الرئيس في 800 هكتار و14000 عود زيتون في معتمديه قعفور. نهار باش نمشي نعملوا شركة أهلية معنا الرابطة مشكورين كوليكينا على رأس مدام تركية فهمتني، ونهار ريح فز تفاجأنا بالواحد نتاع تبنى تنحى ظهر العلم، عيط للصحافة وللأمن وثقوه وعلموا النيابة بإذن النيابة العمومية نحوه وأمنوا في كربة حرس على خوات في بلدية قعفور. ظهر تاع شكون هذا؟ كيفاش؟ الظهر نتاع شكون تبنى ذاك والدنيا؟ تبنى ضيع نتاع المستثمر اللي هو يستغل في الارض هذيك، هو لقيناه في الضيعه نتاعه هو. ما ثماش ابحاث جدي في مصدر العلم منين. حاولت عديد المرات باش نوصل السيد الرئيس. اشكيت للسلطات الجهويه حتى واحد ما سمعني. انا نطلب من السيد الرئيس ينظر في الموضوع هذايا، وليت مهدد. كيفاش؟ مهدد بحمايتي. كيفاش مهدد؟ فهمتني؟ مهدد بالواحد ما تدريش علم في اي وقت. فهمتني؟ كيفاش على خاطر انت علمت السلطات علمت المترشح هذايا ارفع به قضيه. ارفع به قضيه، القضيه موجوده، هي قضيه موجوده عددها 114528 موجوده في محكمه سليانه 114528 وعدد الملف المودع هناك في وزاره العدل هو 31857 وان هو برا عامل شهاده نشر. قضية وطنية نحب نفهم ناي قضية وطنية كيفاش ما تتحالش في على فصل سريع، نحب نفهم ناي قضية وطنية ما اي قضية وطنية ما تتحالش على الفصل السريع، كيفاش تقول لي أنت القضية هذه؟ هذه تستوجب فصل سريع تتحال عليه، راهي قضية وطنية، رانا مش طالبين أرض مش نشكو العقارات.
فما برشا شكاو معاك وانت برشا فما ياسر ما نجموش يشكوا نظر للضعف وحديهم وعادوا خايفين هم فيهم اللي توقف تكلم عليهم السيد الرئيس خرجهم من الحبس فيهم اللي توقف من 26 عام توقفوا على خاطر طالبوا بحقوقهم في علاقه بالعالم بالعلاقه بالضيعه كلها وخرجهم سيد الرئيس وتكلم عليهم على 800 قطار و14 ألف عود وهو على باله يذكروا بها وهو على باله سيد الرئيس سمحنا خلينا نظموا الامور به احكينا على العلم واضح به لو نحكيوا على الضيعه ذي اللي هو استحوذ عليها هكا مي اخي مستحوذ عليها وهو تو على مستوى وطني كعليا من رئاسه الجمهوريه والوزاره يقولوا ما عنده صيغه قانونيه ما عنده صيغه فسر لي ما صيغه قانونيه مع يعني الكونترات وظائف الارض هذه كروه ماهيش مطابقه للكراس الشروط كراس الشروط كراها ما غير مطابقه كراس الشروط فيها فصول تتطبق ما تاخذ شهاده حوز ما تطبق الفصول في كراس الشروط انت عندكش فصل من كراس الشروط طبقته كانت التعذيذية تخدم في 40 خدام اصبح فيها كان 26 زد حلتها مع البطال فهمني انت الاستثمار هذا كيف استحواذ على غير صيغ قانونية يا ولدي انت راهو راس المال نتاع الدولة هو البشر نحن باش نخدموا الناس نحن مش نحيوا واحد ونقتلوا ألف راهو هذه بالمنطقة راهو خذوها وعلاش هو تو يتكلم على الشركات الأهلية وعلاش تو يتكلم على الشركات الأهلية علاش لأن باش تولي أهالي الجيرة يستثمروا في أرض الدولة ويعيشوا فيها لان هي شكون زرعته كانت الناس بزوز كيلو سميد الزيتون هذاك اللي هو يستغلوا اليوم بليش الزيتون تكلفت ب 60 فرنك 600 فرنك حق 50 غرام مالح وين صارت هذه خاطر ارض الدوله تكريها بالمليم الرمزي اللي يجي برا الخواص قولوا القطار بقديش تو في البعل يخدم ب 400 علاش اللي هنا هذا مش سوء تصرف هذه مش فساد ايجوا شوفوها الضيعه هذه يطلعوا معايا يشوفوها ايجوا اللي هو الاسم المعروف الضيعة ذي ولكن الحقيقة تعشتون بعد تولى بحاثه التجب وانا منشي طالب أرض ومشي طالب زيتون ومشي ننفس فيه حتى في شيء ناي على حق العالم ناي ما حاشي حتى بشيء هذيك أموره هو الدولة تحاسب ويجوا يفهم الناس غادي كينا 26 عام نعيطهم لك وسلوهم وشوفوا حالتهم شنو وشوفوا الناس كيفاش شوفوا زاد حاجة هات نكرة الشروط نطبقوها ترى اعطيني فصل طبقت تعطيني فصل طبقت في كرس الشروط. وجمعة معموري عنده علاقة بالمترشح هذا؟ بتبيع قلت لك عائلية شنو مترشح هذا يتسلوا عليه حتى في المنصورة يتسلوا عليه على مستوى سليان. إيه عائلية قلت لك تربى عندهم وعائلية يكونوا مع بعضها من سير. مثلا ماشي بحث جدية في الأمور هذه. إنسان صاحب نفوذ هذايا. فهمتش نحن البلاد هذه كيفاش باش نعيشوا فيها اذا كان صحاب نفوذ قداش منه الرئيس باش يتكلم على البلاد وقداش باش ينحي الميز العنصري ذي وقداش منه هو قداش منه رئيس الدوله هو ذاك شوف المترشح هذا عنده نفوذ عنده قوه باش يستحمل نفوذ ويجلسوا اهل الجير اللي اهل الشيهه اللي موجود فيها الضيعه ذي هم تو يحذوك الكل تو يحذوك تو تشوف مزال الخنار يجوا للشيره يجوا للشيره ثم هو المشاكل هذه هي موجوده انا نحكي لك اراضي هي ديوان شنو اللي خادم ديوان اراضي هز الماء تكسر